أبنائي وبناتي طلبة وطالبات التعليم الثانوي الزراعي أهلاً بكم في لقاء جديد وطلبة برنامج فني إنتاج محاصيل الصف الثالث الثانوي الزراعي. حينما أتحدث إلى أبناء وبناتي طلبة الصف الثالث الزراعي فإنني أقول لكم أنكم اقتربتم من تحقيق الهدف. خلاص أنت درست سنتين اتنين في المنظومة الجديدة تعليم القائم على الجدارات واتقيمت في وحدات كتير و اجتزت هذه الوحدات ولكن يبقى أن تحصل على شهادة إتمام دراسة الدبلوم المدارس الثانوية الزراعية التعليم القائم على الجدارات وهنا نقف وقفة ونقول أنه مطلوب منكم جميع أبنائنا وبناتنا الاهتمام بالوقت المتبقي من السنة الدراسية والمواظبة على الحضور لي امكاني للمدارس التي تنتمون إليه ومتابعه قناتكم المفضله قناه مصر للتعليم الفني في بيتنا مدرسه هذه القناه التي تبذل ويبذل جميع العاملين فيها كل الجهد من اجلكم انتم طلبه التعليم الفني وخاصه طلبه التعليم الزراعي الذي اتحدث اليكم اليوم وطلبه الصف الثالث اللي هم زي ما احنا قلنا باقي لكم وقت قصير جدا وتصبح طالب مؤهل تأهيل حقيقي لأنك أنت تشق طريقك وتجد فرصة عمل في سوق العمل لأن احنا قلنا أن الإطار أو البرنامج الذي أعده أعده تلبية لاحتياجات سوق العمل احنا لما قعدنا نصيغ وحدات هذه البرنامج ووضع أنشطة البرنامج آه، تم وضعها بناء على احتياجات سوق العمل يعني درسنا احتياجات سوق العمل وقلنا ايه اللي انت عايزينه اصحاب العمل قالوا عايزين طالب مميز يكون قادرا على ان يؤدي مخرجات معينه او مهارات معينه او واجبات معينه وبالتالي تم صياغه كل هذا في وحدات في مخرجات في معايير في إطار كامل أو في برنامج كامل اللي احنا بنتكلم عليه برنامج فني إنتاج محاصيل الحقل وهو أحد البرامج المتنوعة والمختلفة التي تلبي كل توجهاتكم وكل ميولكم وتعدك إعداد جيد لسوق العمل يبقى أبنائنا وبناتنا بنقول خليك حريص على متابعة برامجنا التعليمية والحلقات الخاصة بالنوعيات بتاعتك والجداول المعلنة من قبل مدارسكم لمتابعة هذه الحلقات لكي تؤهل نفسك إلى أن تصبح طالب جدير لأنك أنت اجتيازك الوحدات خلال سنة أولى أو تانية مش معناه أنك أنت أصبحت حصلت على شهادة الدبلوم أيوة أنت طالب جدير في الوحدات اللي هي السابقة والوحدات السابقة دي كلها أنت هتخضع لتقييم نهائي فيها في نهاية سنة ثالثة فيما يسمى بالمهم هذا الخطاب أنت لازم تكون مركز فيه وأنت المعني فيه أبنائنا وبناتنا طلب الدبلوم من المدارس الثانوية الزراعية الصف الثالث زي ما أنا بقول إنك أنت حتخضع لتقييم نهائي هذا التقييم حتخضع في في تقييم ما يسمى بالمهمة هتؤديها بشكل مهاري هتؤدي واجب معين يطلب منك كما أن أنت هتدخل كامتحان نظري علشان خاطر في النهاية تحصل على شهادة إتمام المرحلة الثانوية، دبلوم المدارس الثانوية الزراعية، التعليم القائم على الجدارات فني إنتاج محاصيل الحقل، هذا البرنامج الثري، هذا البرنامج اللي هو فيه روح، فيه ديناميكية، برنامج أنت عارف إن علم المحاصيل علم تطبيقي، علم عملي مهاري، إحنا ما بنتكلمش على علوم نظرية، إحنا بنتكلم على علوم تطبق عملية نتيجة أبحاث ونتيجة مجهود ونتيجة لشغل شاغل وجهد جهيد هذه الأبحاث يمكن أن تصاق في صورة مهارات تنعكس فيما بعد على المنتج وعلى الاقتصاد القومي وعلى تحسين دخلك أنت كمواطن مصري يجب أن يكون له فرصة عمل حقيقية في سوق العمل وزي ما أنا قلت في سنة أولى وسنة تانية أنك أنت يجب أن يبحث عليك أصحاب العمل مش أنت اللي هتبحث عن العمل مع المنظومة الجديدة اللي هي التعليم القائم على الجدارات اللي هي الدولة تبناته وجميع الـ 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 القيادات الخاصة بالتعليم الفني والتلفزيون خصص لك قناه خاصه تبث فيها برامج تعليميه خاصه بكل نوعيه من التعليم الفني فيها اصطاف كبير جدا من الافاضل المحترمين العاملين فيها، كلهم يسعوا الى ان تصل في النهايه الى ان تكون طالب جدير وتحصل على شهاده تؤهلك للعمل في سوق العمل، ابنائنا الطلبه والطالبات اللي الصف الثالث الثانوي الزراعي، يلا بينا نتعرف على المحتوى الخاص اللي انت المفروض تكون مطالب انك انت تدرسه خلال الفصل الدراسي الاول والفصل الدراسي الثاني حتى تكون طالب مؤهل للتقييم النهائي اللي هو بتحصل منه او من خلاله على شهاده اتمام دراسه التعليم الثانوي الزراعي القائم على الجدارات. اولا الوحده الاولى وهي تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محاصيل السكر زي ما أنتم شايفين أبنائنا وبناتنا قدامكم في على الشاشة الوحدة الأولى تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محاصيل السكر هناخد فيها مخرج من مخرجاته اللي هو يطبق الممارسات الزراعية في إنتاج بنجر السكر ثم الوحدة الثانية تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محاصيل أخرى هناخد من المحاصيل الأخرى دي في الفصل الدراسي الأول البصل وفي الفصل محصول البصل وفي الفصل الدراسي الثاني محصول الحنة. ثم ندرس الوحدات المكملة اللي هي وحدة مكافحة الحشرات ومكافحة الأمراض والحاسب الآلي. بكده يبقى أنت عندك مجموعة من الوحدات اللي أنت هتدرسها في سنة تالتة علشان تبقى طالب جدير وتبقى معد إعداد جيد للتقييم النهائي أو للمهمة اللي أنت هتكلف بيها علشان تحصل على شهادة الدبلوم. تاني واحنا نعطينا الشريحة دي علشان نستعرض مع بعض وحدات الصف التالت برنامج فني إنتاج محاصيل الحقل الفصل الدراسي الأول الوحدة الأولى تطبيق الممارسات الزراعية في انتاج محاصيل السكر وهناخد منها بنجر السكر على سبيل المثال في الفصل الدراسي الثاني هناخد فيها محصول قصب السكر الوحده الثانيه تطبيق الممارسات الزراعيه في انتاج محصول محاصيل اخرى هناخد في الترم الاول انتاج محصول البصل في الترم الثاني انتاج محصول الحناء ثم نضيف الى الوحدتين دولت وحدات مكمله بتدرس داخل الاطار بتاعك بمعرفه زملاء فاضل وهي وحده مكافحه الحشرات ووحده مكافحه الامراض ووحده الحاسب الالي. تعالوا بينا ناخد المخرج الاول اللي هو يطبق الممارسات الزراعيه في انتاج محاصيل السكر اللي هو بنجر السكر. زي ما انتم شايفين ابنائنا وبناتنا آه ب... عندي مجموعة من المعايير سبع معايير المعايير دي مهم جدا 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 انك انت تعرفها علشان خاطر تؤديها اثناء التقييم لان في التقييم هيطلب منك انك تؤدي معيار والمعيار نقول عليه مشروط يبدأ بفعل وشرط يبقى لازم تؤديه على حسب المعايير الخاصة للتقييم وبكده إما أن تكون جدير أو غير جدير بعد، يبقى أنا لما بعرض عليك هذه المعايير بعرضها علشان تبقى فاهم المطلوب منك بالضبط علشان خاطر تستغل وجودنا معاك وتستغل حضورك في مدرستك علشان تحصل على المعارف اللي هي تؤهلك للأداء مهارة أو جدارة أو مخرج أو معيار معين ومنه بتحصل على انك انت تكون طالب جدير. المعيار الاول ينفذ زراعه بنجر السكر وفقا للتوصيات الفنيه. المعيار الثاني يضبط الكثافه النباتيه المناسبه وفقا للتوصيات الفنيه. المعيار الثالث يقاوم الحشائش بالطرق المثلى. معيار الرابع يقاوم الافات بالطرق السليمه. ينفذ برنامج برامج التسميد حسب المعدلات والاحتياجات السماديه. ينفذ برامج الري حسب الاحتياجات المائية آخر معيار يحصد يقلع محصول البنجر مع المحافظة على الجذور نستعرض مع بعض معلومات عامة عن محصول البنجر محصول البنجر هو أحد المحاصيل الأساسية لإنتاج السكر ولما نقول السكر يبقى لازم نستشعر ان هذا المحصول من المحاصيل الاستراتيجيه وهو محصول يكمل محصول القصب لسد الفجوه في انتاج السكر ولسد احتياجات الدوله من السكر. طب ليه احنا قلنا مكمل؟ المعلومات اللي احنا هنقولها دي معلومات عامه قبل ما ندخل على المهارات بتاعتنا. معلومات عامه لما تعرفها يبقى بتسري المعارف بتاعتك. وتشكل معرفة عامة بالوحدة اللي أنت هتكون بصدد دراستها علشان لما يطلب منك تطبيق معيار تقدر تؤديه بمهارة علشان تبقى طالب جدير. محصول بنجر سكر مكمل لمحصول قصب السكر وليس منافسا له. يعني إيه مكمل وليس منافس؟ آه مكمل لأنه محصول شتوي وليس محصول صيفي. نقف هنا هو محصول القصب، اه محصول القصب محصول صيفي. تاني حاجة، محصول البنجر محصول حولي، هو الحقيقة في دورة نمو المحصول ثنائي الحول، ولكن في مصر عندنا هنا يزرع كمحصول حولي شتوي. تقوم تقول لي يا مستر أنا عايزك توضح لي يعني إيه ثنائي الحول وأنا بعتبره في مصر محصول حولي. دي معلومة مهمة جدا. محصول حولي لأن البنجر في مصر لا يزهر ولا يعطي بذور ألا ليه؟ لأن الظروف المناخية غير مناسبة للإظهار وإنتاج البذور ألا أبنائنا وبناتنا أمال إحنا بنجيب التقاوي منين؟ يبقى ما فيش قدامي غير إن أنا نستورد تقاوي البنجر من الخارج لأن طالما الظروف المصرية لا تناسب إنتاج بذور بنجر السكر ولا تناسب اظهاره يبقى المصدر الوحيد للحصول على التآوي هو الاستيراد من الخارج. قلنا ان البنجر محصول شتوي يبقى يزرع في فصل الشتاء. البنجر لا يحتاج الى كميات كبيره من المياه. البنجر يستخدم في انتاج السكر وتغذيه الحيوان على المجموع الخضري عند التقطيع او الحصاد. البنجر يمكن زراعته في الاراضي الجديده ده كلام جميل يبقى كل دي مواصفات ومميزات يتميز بها البنجر كمحصول سكر مكمل للقصب وليس منافسا له لان محصول القصب زي ما هناخد ان شاء الله في حينه في وقت المعدل لدراسته محصول معمر يمكث في الارض عدد من السنين ويحتاج كميه كبيره من المياه ومجهد للتربه ويشغل الارض لفتره طويله وفلسفه زراعه القصب دلوقتي اصبحت بتشكل ارهاق بالنسبه للمزارع لانه بيشغل الارض بيجهدها بتنتشر الحشائش بيستهلك كميه كبيره من المياه كل ده بنتفاداه في زراعة محصول البنجر كمحصول سكر من المحاصيل الاستراتيجية يبقى لما نتعرض لمحصول البنجر نبدأ بالأهمية الاقتصادية الأهمية الاقتصادية للبنجر أحد محاصيل السكر الاستراتيجية في مصر والعالم ينتج كمية كبيرة من السكر منين حتة بينتج السكر من الجزء الاقتصادي طب السؤال الجزء الاقتصادي في البنجر إيه؟ عايز حد يجاوبني الجزء الاقتصادي في البنجر هو ايوه الايه؟ الجذور الجذور لما نيجي نقارن في الاصل هنقول السيقان او العيدان لكن هنا الجزء احنا بصدد زراعه البنجر وبصدد تطبيق الممارسات الزراعيه في انتاج البنجر يبقى هنقول الجسر هو هو الجزء الاقتصادي في المحصول يبقى الاعمال الاقتصاديه هو انتاج السكر انتاج العلف الناتج من صناعة السكر وتغذية الحيوانات عليه كمحصول علف أخضر يسد الحاجة من حاجة الحيوان في الفترة نستعرض مع بعض بعد كده السلايد الآخر اللي هو الوصف النباتي زي ما انتم شايفين أبنائنا وبناتنا إن شاء الله في الحلقات القادمة هنعرض لكم شكل المحصول شكل البنجر احنا دلوقتي بناخد معارف اسرائيه لنعدك الى القادم وفي الحلقات القديمه هنعرض لك تفصيلا الشكل بتاع الخضري بتاع النبات ولكن احنا بنستعرض دلوقتي المعارف الخاصه بالوصف النباتي الجزر في البنجر يمثل الجزء الاقتصادي ويتكون من منطقه التاج والرقبه والجزر ثلاث اجزاء الجذر بيتكون منهم والجزر هو الجزء الاقتصادي في البنجر، الاوراق اوراق بسيطة معنقة عريضة يختلف لونها على حسب عمر النبات. الأزهار في النبات أزهار جالسة كاملة خضراء. يبقى هنا بنقول البنجر يزهر ولا لا يزهر في مصر؟ بص معايا كده أنا عاملها لك بلون مختلف اللي هو البنجر لا يزهر لا يزهر في مصر وعلامه استفهام ليه لا يزهر؟ لان ده لازم يكون فيه اجابه له تقوم تقول يا مستر لان الظروف المناخيه لا تساعد على التزهير وانتاج البذور لانه بيحتاج الى جو بارد في موطنه الاصلي ينتج بذور اما في مصر يزرع فقط كحولي لانتاج السكر آه الثمار تتكون من اتحاد زهرتين او اكثر والثمار هي ثمار تنتج بذور عديده الاجنه او وحيده الاجنه زي ما هنعرف بعد كده. نستعرض مع بعض مواعيد زراعه البنجر. يزرع البنجر من شهر اغسطس حتى شهر نوفمبر وتفضل الزراعه المبكره. ولما نيجي نتكلم على الزراعه لابد ان نتكلم على اعداد الارض للزراعه. وهنا بنقف ابنائنا وبناتنا مع بعض وقفه آآ الى حد ما طويله في اعداد الارض لزراعه البنجر. البنجر زي ما انا قلت لكم محصول جذري، محصول جذري يعني ايه محصول جذري؟ يعني محصول يزرع اساسا لغرض انتاج السكر من الجذور يبقى هنا انا لازم اهتم بزراعه هذا المحصول في ارض جيده الاعداد. جيده الاعداد يعني ايه؟ يعني ارض تم خدمتها خدمه تامه من حرث مره واثنين وثلاثه ثم تسويه، تسويه جيده ثم تخطيط، تخطيط جيد. ماشي ثم تقسيم الارض الى قنوات والى اسمها مجموعه من الخطوط تسمى قناه للري الى حوال علشان نحكم عمليه الري ثم مسح هذه الخطوط وبالتالي تصبح هذه الارض معده معده اعداد جيد للزراعه وفي نفس الوقت يمكن ان يكون معدل للتخطيط مختلف ممكن يكون ثمان خطوط في الاسطين وهنا بنقف لان انا هيكون في مساله هتمتحن فيها وهتقدم فيها دليل تساؤل تحريري لما يقول لك احسب معدل التخطيط يعني ايه معدل التخطيط؟ خلاص انت راجل في سنه ثالثه انت مهندس زراعي انت طالب جدير انت درست دجدارات انت درست منظومه جديده تؤهلك الى انك انت تكون طالب مهاري معدل التخطيط هو عبارة عن عدد الخطوط على أو في الأسطين في الأسطين يعني إيه أسطين القصبة هي وحدة قياس أرض زراعية زي ما بنقول المتر بنقيس بيه كوحدة قياس في حالات معينة في الأرض الزراعية بتقاس بالقصبة القصبة أو الشريط كأداة للقياس القصبة بقى ديت قد إيه من الطول 375 سم لما نقول أسطين نبقى هنقول 710 سم اما نقول معدل التخطيط يا باشمهندس ابنائي وبناتي نقول معدل التخطيط هو عدد الخطوط على عرض الاسطين يعني او اسف هتبقى العكس عرض الاسطين على عدد الخطوط اللي هو معدل التخطيط عدد الخطوط في سبعمية 710 على عدد الخطوط يديني عرض الخط يبقى هنا هنستكمل يعني مع بعض في اعداد الارض لزراعه البنجر بنقول اعداد الارض اعداد جيد من حرث مره واثنين وثلاثه حتى تتفتت الارض وتتفتت جيد جدا وحتى يكون بنائها وقوامها قوام جيد معدل لزراعة البنجر لأنه محصول جزري يهمني كبر حجم الجذور ولاء للجزر فرصة كبيرة للنمو ثم تخطيط تسوية الأرض ثم تخطيطها معدل 8 خطوط في الأسطين او 12 خط في الاسطين ثم تاتي بعد ذلك زراعه البنجر سواء هتبقى زراعه يدويه معدل 3 الى 5 بذور في جور على خطوط او زراعه اليه باله الزراعه اللي هو اسمه البلانتر هنا في المساحات الكبيره بنزرع زراعه اليه استخدام الميكنه علشان نستفيد من مميزات الميكنه توفير الوقت والجهد وانتظام الزراعة وتوفير التآوي خصوصا إن كانت التآوي وحيدة الأجنة زي ما هنقول بعد كده لأن التآوي دي تقاوي عالية الثمن وتستورد من الخارج طب وعديدة الأجنة ما بتستوردش لأ بتستورد ولكن ممكن زراعتها بالطريقة اليدوية في مصر نظرا لتوفر مقومات الزراعة اليدوية من رخص الأيدي العاملة وتوفر العمالة وخوف الفلاح من الاصابات الحشريه والمرضيه ننتقل ابنائنا وبناتنا بعد كده الى اصناف البنجر وحينما نستعرض اصناف البنجر لابد ان نذكر ان هناك اصناف عديده الاجنه واصناف وحيده الاجن يعني ايه عديده الاجنه يا باش مهندس؟ عديده الاجنه يعني تزرع ثمره تديك اكثر من نبات والبذرة على فكرة بتاعة البنجر اسمها ثمر لأنها بتتكون من مجموعة من الأجن بتخرج ليا أكثر من نبات وده بيتزرع في مصر البذور عديدة الأجن منها صنف اسمه زي ما انتم شايفين قدامكم كده اسمه كاوميرا أو رأس بولي أو تريبل أو كلوريا وهناك أصناف وحيدة الأجنة صنف صوفي مارثون صنف إيفا هذه الأصناف أنت يجب أن تعي أن الأصناف وحيدة الأجنة غير الأصناف عديدة الأجن لأن الأصناف عديدة الأجنة رخيصة الثمن ومتوفرة ومقبولة في مصر لأن إحنا قلنا بنزرعها في مصر لأن مصر فيها أيدي, متو... أيدي عمالة كثيرة أو أيدي عاملة كثيرة ورخيصة الثمن وكمان الفلاح بيخاف من انخفاض آه نسبة الإنبات في البنجر فبيحب يمكن آه نسبة الإنبات بأنه بيزرع البذور عديدة الأجنة ويزرع أكثر من بذرة في الجورة علشان يحسن من نسبة الإنبات وترتفع نسبة الإنبات وكمان تجنبا من الإصابات الحشرية لأن عند البنجر بيواجه مشكلة كبيرة جدا في العروات المبكرة وهي الإصابة بدودة ورق القطن والحفار آه آه إذا, إذا, إذا محصول البنجر مرت الفتره الاولانيه من حياته دون اصابه بدوده ورق القطن حتكتمل النمو أو يعطي انتاج جيد جدا باذن الله اذا ما طبقت حزمه المعاملات الزراعيه الموصى بها وحينما نقول معاملات زراعيه موصى بها لابد ان نقول ان نقول لمحصول بطاقه ارشادات زراعيه هذه البطاقه هي التي من خلالها نسترشد على جميع العمليات اللي انا بنؤديها من معاد زراعه ري تسميد قبل ده كله خف وعلامات نضج وميعاد نضج وجميع التوصيات التي من شانها المحافظه على قيمه المحصول كما ونوعاً لان المحصول ممكن جدا يديني محصول كبير جدا محصول البنجر محصول كبير جدا ولكن نسبه السكر فيه منخفض نتيجه لمعاملات زراعيه سيئه يبقى هنا لازم انا اكون فاهم المعارف والمعلومات اللي هي تؤهلني ان انا انتج محصول بيتميز بان هو الكواليتي بتاعته عالي او الجوده بتاعته عالي علشان خاطر اخد منه عائد اقتصادي عالي لان نسبه السكر أدم نتحاسب عليها في المصنع اما بورض المزارع بيورد البنجر الى المصنع بيقول له نسبه السكر بتاعتك كذا يبقى انا هحاسبك الطن بمبلغ معين يبقى إيه اذا كلما ارتفعت نسبه السكر في المحصول يبقى كلما زاد العائد الاقتصادي والعكس يبقى هنا المعاملات الزراعية مهمة جدا ان احنا نفهمها يبقى استعرضنا الاصناف مع بعض وقلنا ان اصناف البنجر اصناف عديدة الاجنة زي كوميرا ورأس بولي وتريبل وجولوريا واصناف وحيدة الاجنة زي صوفي وماراثون وصنف ايفا اسباب زراعة البذور عديدة الاجنة في مصر ابنائنا وبناتنا اولا رخص الثمن ووفرة العمالة وتفادي الاصابة الحشرية وخاصة دودة ورق القطن. طيب معدل التآوي في البنجر، لو انا عندي فدان ارض عايز ازرعها بتآوي البنجر، هيحتاج ايه؟ يقول هيحتاج الى واحد ونص الى 2 كيلو جرام للاصناف وحيد، لاحظ كده ها في بعض الاصناف او المحاصيل زي محصول العدس هنقول 60 كيلو وزي محصول اخر هنقول 70 كيلو لكن هنا في محصول البنجر شوف معدل التقاوي واحد ونص الى 2 كيلو جرام في الاصناف وحيده الاجنه وفي حاله الزراعه الاليه و5 الى 6 كيلو جرام للبذور عديده الاجنه في حاله الزراعه اليدويه هنا في فرق كبير جدا في كميه التقاوي في حاله الزراعه الاليه وفرنا كميه تقاوي واستخدمنا بذور وحيده الاجنه ما استخدمناش بذور عديده الاجنه. بعد كده بننتقل الى تطبيق في نفس الوحده تطبيق الممارسات الزراعيه في انتاج بنكر وسكر اللي هو عمليه الترقيع ثم عمليه الخف. العمليتين دولت من العمليات المهمة جدا 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 كمعيار من معايير الإنتاجية في محصول البنكر. إزاي؟ لأن الكثافة النباتية هو معيار مهم من معايير الإنتاج. لو كنت لو أنا عندي نبات واحد في الجورة وتم توفير المعدلات السمادية وحصل على حقه من الضوء والعناصر الغذائية هذا النبات هيديني جسر كبير. وبالتالي المنتج الإجمالي لوحدة المساحة هيبقى عالي. لو أنا سبت معدل كبير من النباتات في وحدة المساحة هذا المعدل هيحصل في تنافس ما بين النباتات هيديني محصول قليل وهيديني عائد اقتصادي أقل. إلى جانب الإصابة الحشرية والمرضي لأن الكثافة النباتية تزيد من الرطوبة النسبية حول النبات الأمر الذي يجعل الإصابة المرضية موجودة وكمان فرصة الإصابة الحشرية لأن النبات بيكون غض وعرضة للإصابات الحشرية والمرضية، أول عملية من عمليات ضبط الكثافة في محصول البنجر وهي عملية الترقيع، عملية الترقيع هي عملية وخد بالك يا ابني أنت في سنة ثالثة أبنائي وبنات خدوا بالكم أن هذه العملية عدت علينا قبل كده في وحدات سابقة اللي هي ضبط الكثافة النباتية في في سنة ثانية أخدتها أنت السنة اللي فاتت لما قلنا ضبط الكثافة النباتية هي إزالة النباتات الزائدة عن الحاجة وهذا ما يعرف بعملية الإيه الخف أما الترقيع هو إعادة زراعة الجور التي لم تنبت ها ركز معايا كده نعيد تاني التعريف الترقيع هو اعاده زراعه الجور الغائبه او التي لم تنبت طب يا مستر هي ما نبتتش ليه مش انا زرعت الجوره دي زي ما زرعت باقي المساحه ايوه زرعت الجوره دي زي باقي المساحه ولكن في عندي احتماليه انها قد تكون اصيبت باصابه مرضيه قد تكون اصيبت اصابه حشري ممكن جدا تكون المعامله معاملاتي بتاعتي معاملات غير سليمه الري ما وصلش اتزرعت في مكان عالي شويه ما وصلهاش مي اتزرعت في مكان منخفض وصل كميه رطوبه كبيره وتعرضت الى التعفن او ماتت آه وبالتالي ما نبتتش يبقى هنا اسباب غياب الجور اسباب كتير جدا ممكن تكون آه آه معامله زراعيه غير مناسبه ممكن تكون زراعه في معاد غير مناسب ممكن تكون اصابه حشريه او اصابه مرضيه للتاوي قبل انباته وهنا تستوجب اجراء عمليه الترقيع الذي يجب ان يتم بسرعه كبيره جدا 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 لابنائنا وبناتنا حتى تقل المنافسه بين المحصول الاصلي ونبات الترقيع مده بتكون 10 ايام بمجرد تكشف النباتات من 10 ل 15 يوم لازم نسرع بعمليه الترقيع، المزارع ينزل كده الارض بتاعته او المزرعه بتاعته وينظر الى معدل الانبات، الجوره اللي هي ما نبتتش يسرع باجراء عمليه الترقيع ببذور منقوعه 12 ساعه، وهنا سؤال الله ليه بذور منقوعه؟ للاسراع في انباتها للاسراع في انباتها بناخد الجور الغائبه ونكشف الثرى الجاف ثم نصل الى الثرى الجا... الرطب الثرى يعني ايه يعني التربه الرطبه ثم يتم زراعه البذور المنقوعه لمده 12 ساعه ثم تغطى بالثرى الرطب عكس ما شلنا اهو بقى احنا شلنا الاول الثرى الجاف وثم الثرى الرطب وزرعنا هنغطي بقى اهو هنعكس هنغطي بالثرى الرطب ثم الثرى الجاف او التربه الجافه وبالتالي احنا كده نبقى قمنا بعمليه الترقيع وهناك آآ آآ معلومه العوامل التي تؤثر عمليه الترقيه زي ما انتم شفنا ابنائنا وبلدنا قدامكم في السلايد العوامل التي تؤثر على عمليه الترقيع في البنجر اول عامل اعاده الزراعه ثاني عامل الاصناف ثالث عامل عمق الزراعه نوع التربه الاصابه الحشريه، وانا حستوقفني العامل الثالث اللي هو عمق الزراعه ودي ناحيه فنيه بحته يجب على العامل اذا كان هيزرع يدويا ان هو يكون ماهر في الزراعه والا يزرع الثقاوي على عمق كبير حتى لا تكون عرضه الى الاصابه الحشريه او المرضيه او لا تكون الغطاء بتاعها اللي هو كميه التربه اللي عليها كبير مما يعوق انباتها وبالتالي تكون نسبة الإنبات فيها ضعيف العملية الأخرى المكملة أبنائنا وبناتنا زي لضبط الكثافة النباتية في البنجر وهي عملية الخف. يعني إيه عملية الخف؟ عكس عملية الترقيع. عملية الترقيع إعادة زراعة الجور الغائبة التي لم تنبت وقلنا أسباب الإيه؟ أسباب عدم إنبات الجور. الخف عملية النقيض بتاعها عكس عملية الترقية الخف هو عبارة عن عملية إزالة النباتات الزائدة عن الحاجة ملهاش لازم نباتات زائدة عن الحاجة الجورة أنا زرعتها بأربعة لخمس بزور طلعت لي عدد خمسة أو ستة أو سبعة أو تمانية أو عشر نباتات تقول لي الله يا أستاذ يا مستر انت زرعت خمس بذور ازاي هتديك سبع نباتات وثمان نباتات مش البذره بتدي نبات هقول لك لا يا باشمهندس ما انت سرحت مني احنا قلنا ان البذور عاديه الاجنه تعطي اكثر من جنين اه الاجنه دي كلها هتطلع نباتات طب الجوره دي اللي فيها اكثر من نبات ديت مطلوب يبقى فيها كام نبات مطلوب يبقى فيها نبات واحد فقط على مسافات مناسبه حوالي 20 ل 30 سم حتى تتوفر للنبات افضل الظروف لافضل الانتاجيه كلام جميل يبقى عمليه الترقيع بنعيد زراعه الجوار الغائبه وعمليه الخف بنتخلص من النباتات الزائده في الجور حتى نصل الى المعدل الامثل للنباتات في وحده المساحه حتى تعطي اعلى انتاج ممكن بعد حصول النبات على افضل ظروف للانتاجيه العاليه من ضوء وعناصر سماديه وعمليات خدمه وعموما يحتاج النبات إلى عملية مهمة جدا بعد عملية الخف وهي عملية الشقوق للمحافظة على النباتات المتبقية بعد عملية الخف وعدم موتها هنا ملحوظة مهمة جدا جدا أبنائنا وبناتنا قبل ما بنتكلم على مقاومة الحشائش بنتكلم في الخف ملحوظة مهارية مهمة جدا لك أن هرجع لها تاني علشان تفهم إن عملية الخف ديت قد تؤدى على مرة واحدة أو مرتين مرة واحدة إذا كان معاد الزراعة مناسب وعدم الخوف من الإصابة الحشرية أو المرضية خلاص بخف النبات دفعة واحدة على نبات واحد بسيب نبات واحد في الجورة يبقى هنا خلاص أنا خفيت على مرة واحدة طب لو الفلاح زارع في عروة مبكرة وخايف لا يكون في عندي إصابات حشرية أو مرضية هنا هي... هيخف على مرتين اتنين هيعمل عمليه الخف على مرتين هيخف على نباتين اتنين وبعد ما يتاكد ان الظروف اصبحت مناسبه وما فيش خوف من الاصابات الحشريه او المرضيه يقوم بعمليه الخف والا يتاخر في عمليه الخف الله ليه زي ما احنا قلنا في عملية الترقيع يجب الإسراع في عملية الترقيع حتى يقل الفارق الزمني بين النبات الأصلي والترقيع وما يحصلش في منافسة بين هذه النباتات برضو في الخف لا يجب الاسراع في عمليه الخف وعدم التاخير فيها بعد التاكد من توفر جميع الظروف المناسبه للنمو الجيد وعدم وجود اصابات حشريه علشان ما يحصلش تنافس بين النباتات داخل الكوره ويديني نباتات ضعيفه تاخد مني فتره كبيره من الوقت بعد كده علشان توصل الى النمو الامثل علشان تديني نبات جيد قوي محصوله كويس. ننتقل بعد كده الى مكافحه الحشائش في بنجر السكر. تقاوم مكافحه الحشائش في بنجر السكر بواسطه عمليه العزيق خاصه وان بنجر السكر زي ما انتم زي ما احنا قلنا ابنائنا وبناتنا بيزرع في على خطوط في جوار على خطوط على مسافات. يبقى هنا امكانيه اجراء عمليه المقاومه الميكانيكيه بالعزيق مره واثنين وثلاثه متاحه. طب لو انا عندي مساحات كبيره جدا وانا مش هقدر اوفر العماله التي يمكن ان تؤدي هذه العمليه بكفاءه يبقى انتقل الى الطريقه الاخرى وهي استخدام المقاومه بالمبيدات الموصى بها وهي ما تعرف بالمبيدات الانتخابيه او المبيدات الاخداريه ودي وحده انت تعرضت لها قبل كده في مكافحه الافات والحشائش في وحده من الوحدات السابقه درستها عشان كده ابنائنا وبناتنا لما بنقول لك المتطلبات المتطلبات متطلبات الوحده هي الوحدات السابقه لانك انت في سنه ثالثه درست وحدات كتير جدا كل هذه الوحدات تعتبر متطلبات سابقه يعني ايه متطلبات سابقه يعني انت لابد ان تكون ملما بجميع المهارات اللي انت تعلمتها وجميع الجدارات اللي انت تعلمتها كمهاره سابقه تعينك على اداء المهارات التي أنت بصدد دراستها أو القيام بها علشان تؤهلك بعد كده إلى التقييم النهائي في المهمة النهائية علشان تحصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية الزراعية دبلوم القائم على الجدارات في برنامج فني إنتاج المحاصيل. الحشائش، الحشرات في حشرات كثير جدا بتصيب البنجر ولكن قبل ما ننتقل الى الحشرات يلزمني اننا نستعيد نقطه مهمه جدا من في مقاومه الحشائش اللي هي بعض الحشائش المتخصصه على البنجر اللي هي حشائش عريضه الاوراق زي حشيشه السلق حشيشه السلق دي حشيشه تشبه تماما بنبات البنجر او عريضه الاوراق يبقى انا لو هستخدم لها مبيد لا يمكن مش هقدر استخدم لها مبيد الا من خلال جهه بحثيه تعي تماما اللي انا بطلبه انا عايز مبيد انتخابي اختياري يعمل على حشيشه معينه علشان انا ما ندمرش المحصول بتاعي ونقضي عليه بايدي طب لو حشائش رفيعه لا تبقى سهله قوي ان انا اقاومها لان هنا المبيد هيعمل على المسطح الخضري وهيختار الحشيشه رفيعه الاوراق هيموتها ويبقى لي البنجر لان البنجر عريض الاوراق ومن هنا تاتي اهميه معرفتك ب المبيدات اللي انا هختارها والمصدر اللي انا هجيبها منه كمصدر موثوق منه اللي هو وزاره الزراعه. ننتقل لابنائنا وبناتنا الى مقاومه الحشرات اللي هو الحفار والدوده القرضه وتقاوم بالطعم السام وهناك دوده ورق القطن والذبابه البيضاء وتقاوم بالرشب المبيدات الموصى بها وخصوصا في العروات المبكره لزراعة البنجر مقاومة الأمراض بتقاوم الأمراض خصوصا البياض الدقيقي وتبقع الأوراق والتبقع البني بزراعة أصناف مقاومة مع التسميد المتوازن. كده ننتقل بعد ما استعرضنا هذا الجزء من زراعة محصول البنجر اللي إحنا هنستكمله مع بعض بعد كده في الحلقات القادمة الى وحده اخرى وهي تطبيق الممارسات الزراعيه في انتاج محاصيل اخرى علي سبيل المثال هناخد تطبيق الممارسات الزراعيه ابنائنا وبناتنا لمحصول البصل هذا المحصول له مجموعه من معايير الاداء اول معيار وهو ينتج البصل الفتيل وفقا للمنطقه المنزرع بها، ابنائنا وبناتنا لاحظ ان احنا بنتكلم في مصطلحات البصل الفتيل وهنقول لك يعني ايه فتيل. اثنين ينتج البصل بالبصيلات طبقا لموسم الزراعه، ثلاثه ينتج بذور البصل اللي هي الحبه السوداء وفقا للشروط المناسبه لانتاج البذور. اول معير عندي اللي هو ينتج البصل الفتيل ولتحقيق هذه المعايير لابد ان يكون لدي مجموعه من المعارف زي ما حضراتكم شايفين قدامكم كده في السلايت المعروض المعارف المطلوبه منك الاهميه الاقتصاديه الوصف النباتي اصناف البصل طرق انتاج البصل سواء بطريقه الشكل او زراعه البذره في الارض مباشره او زراعه البصيلات اعداد الارض للزراعه وطرق الزراعه ميعاد الزراعه التسميد والري علامات النضج والحصاد وهناك مصطلحات هنتعرض لها اثناء تناولنا لهذه الوحده نبدا مع ابنائنا وبناتنا في السلايد الاولاني اللي هو استخدام اللي هو الاهميه الاقتصادية زي ما أنتم شايفين أبنائنا وبناتنا يستخدم البصل في تغذية الإنسان وفي الطهي سواء طازج أو جاف يعني إيه طازج وجاف هو في بصل جاف أيوة البصل الفتيل اللي هو في المطبخ البصل الأخضر اللي هو الأوراق بتاعته خضراء اللي أنا بستخدمه كوجبة طازجة أه كمان البصل بيعتبر من محاصيل التصدير زي ما انتم شايفين كده البصل من محاصيل التصدير يستخدم في الاغراض الطبيه يبقى الاهميه الاقتصاديه لمحصول القصب زي ما هو معروض قدامك يستخدم في تغذيه آه الانسان آه ك في آه اخضر او طازج او او جاف يستخدم كمحصول تصدير وبالتالي فهو مصدر للعمله الصعبه يستخدم في الاغراض الطبيه حينما نطبق الممارسات الزراعيه في انتاج البصل لابد ان نعي تماما ونتحدث عن الوصف النباتي للبصل نبدا بالاوراق الاوراق تختلف حسب مرحله النمو حيث تكون كبيره في البدايه ثم يقل بعد ذلك مع تقدم النبات في العمر الساق بتاعه البصل ساق قرصيه مندمجه لها سلميات متقزمه ومتقاربه تماما لو انتم شفتوا انا الـ 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 ان شاء الله الحلقه القادمه هنجيب لكم نموذج للبصله انتوا عارف يا اولادنا يا بناتنا عارفين الجزء اللي هو فيه الجذر اللي في اللي تحت ده ده الجذر دي الجذور اما الساق هي الجزء المستدير اللي احنا بنقطعه اسفل البصله اسفل الاوراق الشحميه اللي احنا بنستخدمها وفي الطهي او في الغذاء يبقى الساق بتاعه البصل هي الساق قرصيه تعلو تماما الجذور اللي فيها الموجوده اللي انت بتقطعها اسفل الاوراق الشحميه دي الساق بتاعه البصل أما الأوراق فهي الأوراق الشحمية اللي هي بتكون لونها أبيض في البصل الفتيل ومغلفة بورقة جافة يختلف لونها على حسب صنف البصل، قد يكون لونها أصفر فاتح زي جيزة 6 محسن أو كل أو لونها أحمر أو قرمزي في بعض الأصناف الأخرى، أما الجذور فهي جذور عرضية تخرج على الساق القرصية والجذور هي مصدر امداد النبات بالغذاء، وفيه معلومه مهمه جدا لازم تعرفها ان انا ممكن كمقيم اجيب لك بصله واقول لك تعرف عمر البصله دي ايه؟ كام؟ تقوم تقول لي طب اعرفها منين يا مستر؟ اقول لك من خلال عدد الجذور العرضيه الليفيه التي تخرج على الساق القرصي. على الجذر لان الجذور بتتكون كل 3 ايام جذر عرضي يبقى انت لما تعد الجذور العرضيه دي هي لو لقيت الجذور العرضيه ديت 10 جذور عرضيه 10 في ثلاثة يبقى البصل ده 30 يوم 20 جذر عرضي يبقى في ثلاثة يبقى 60 يوم يبقى بقى له شهرين طب البصل بيقعد في الارض مدة ماكسو كام هو محصول شتوي يمكث في الارض ست شهور او اقل في مرحلة إيه؟ النضج التام لإنتاج البصل الفتيل أما لو أنا عايز إنتاج البصل الأخضر بقلعه على طول بمجرد ما يديني عرش أخضر يبقى زي ما احنا شايفين قدامنا بن أبنائنا بناتنا وبناتنا على اللي القدامي الأوراق بتاعة البصل بتاعي تختلف حسب المرحلة العمرية والساق قرصي مندمج والجذور عرضية آه ليفية والأزهار عبارة عن نورة خيمية كاذبة تحمل حوالي ألفين زهرة سبحان الله تح... تحمل أن هذه النورة تحمل على حامل زهري يسمى أنديل حامل شمراخ زهري الشمراخ الزهري ده هو يحمل في نهايته النورة بتاعة البصل اللي هي بتحمل حوالي ألفين زهرة لونها أبيض أو بنفسجي آه هذه الأزهار خنثى تح تحمل على حامل زهري طويل تصل طوله الى 150 سم وده احنا هنتعرض له ان شاء الله تفصيلا حينما نتعرض الى مرحله انتاج التآوي من البصل او الحبه السوداء من البصل هنقول لك يعني ايه حامل زهري ويعني ايه نوره ويعني ايه زهره وايه هي العوامل التي تزيد من انتاج البذور حينما نرغب في زراعه البصل لانتاج الحبه السوداء. هنا في سؤال يطرح نفسه وانا بقول هو علل رغم ان الازهار خنثاء لا يتم التلقيح الذاتي في البصل طالما قلنا ازهار خنثى يبقى هذه الازهار تحمل اعضاء التذكير واعضاء التانيث يبقى ايه المشكله يا مستر ان تحصل فيه تلقيح ذاتي بقى ما هي الزهره مكتمله اقول لك لا ما يحصلش تلقيح ذاتي في البصل بل التلقيح فيها بيتم تلقيح خلطي وعليه توفر خلايا النحل لزياده عقد البذور وتكوينها مما يزيد من حصيلة إنتاج الحبة السوداء نتيجة للتلقيح الخلط الذي يتم عن طريق الحشرات وخصوصا حشرة النحل نرجع للسؤال هو ليه ليه يا مستر ما بيتمش تلقيح ذاتي خصوصا أن الزهرة خنسة يعني تحمل أعضاء التذكير والتأنيث الإجابة لأن حبوب اللقاح تنضد قبل استعداد المياسم لاستقبالها يبقى حبوب اللقاح في المتوك اسمه المتوك متوك الزهرة بينضج وتخرج حبوب اللقاح اللي هي المفروض تسقط على الميسم علشان يحصل فيه تلقيح ذاتي وبالتالي الميسم بيكون غير جاهز لعملية التلقيح ولا يتم التلقيح الذاتي وهنا تأتي دور الحشرات لإجراء عملية التلقيح الخلطي أصناف البصل هناك أصناف كثيرة زي ما أنتم شايفين أبنائنا وبناتنا جيزة ستة محسن هذا الصنف يزرع في الوجه الإبلي ويصلح للتخزين والتصدير ويجب أن تعي أن المعلومات التي توفر لك للأصناف ومعرفة مميزات الأصناف بتؤهلك بعد كده إلى أنك أنت تختار الصنف المناسب للمنطقة المناسبة اللي هيزرع فيها علشان يديني محصول جيد لما يجي يقول لك انا عايز ازرع صنف في الوجه الابل هذا الصنف حصدره على طول بدون تردد تقول له جيزه سته لان هذا الصنف جيزه سته محسن يناسب الزراعه في الوجه الابل ويناسب اجواءها ويناسب السمات المناخيه فيها وهذا الصنف يصلح للتصدير وللتخزين وايضا للتكفيف يبقى تقوم عليه صناعات ومصدر للعمله الصعبه لانه يصدر كما انه يصلح تخزين وبالتالي لا يكون عرضه للتلف. لا يجود زراعته بالوجه البحري. سؤال مهم جدا الجيزه سته محسن علشان خاطر تعرف ان المعلومات الماده الاسرائيليه اللي احنا بندهلك في هذا اللقاء مقدمه فيما بعد اللي احنا هنعرض لك عروض عاليه جدا. علشان خاطر تفهم معايا وكأنك بتؤدي المهارة هنا مهم جدا أنك تعرف مميزات الصنف يقول لك ستة محسن صنف جيد صالح للتصدير وصنف يصلح للتكفيف والتخزين إلا أنه لا يصلح للزراعة في الوجه البحري ليه؟ لأنه يكون عرضة للإصابة المرضية جيزة عشرين نفس مواصفات جيزة ستة يصلح للتخزين ويصلح للتكفيف ويصلح للتصدير أما عندي أصناف أخرى أيوة في عندي أصناف أخرى في عندي جيزة أحمر ويتميز بنفس المواصفات ولكنه لا يصلح للتكفيف ولكن يصلح للتص... للتص... ل... للتصدير ويصلح للتخزين كما أن هناك صنف آخر جيزة ستة جي... جيزة أبيض هو, صنف من الأصناف المميزة يبقى عندي جيزة أحمر وعندي جيزة أبيض وجيزة عشرين وعندي جيزة ستة محسن هذه هي أفضل الأصناف الموجودة للبصل وعرفنا مميزات كل صنف من هذه الأصناف وما يتميز به علشان نزرعه في المنطقة اللي هي تناسبه لينتج إنتاج عالي هناخد أول مرحلة من مراحل إنتاج البصل وهي طرق من طرق إنتاج البصل وهي الشكل وزراعة البذرة مباشره او زراعه البصيلات هنا بنتحدث عن مرحله الشكل وهي اعداد مشتل لكي نزرع فيه الحبه السوداء التي تتحول بعد كده الى ما يسمى بالشتلات او الزريعه وتتم في هذه الفتره مراعاه الزريعة وإجراء عمليات زراعية حتى مرحلة التقليع علشان نقلع هذه الزريعة وننقلها إلى الأرض المستديمة بطريقة الشكل وهذا هو ما سيتم إن شاء الله عرضه في الحلقات القادمة أبنائنا وبناتنا بكده نكون وصلنا إلى أن احنا نلخص ما عرضناه وهو تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج بنجر سكر عرفنا الأهمية الاقتصادية لبنجر سكر، الوصف النباتي، الجسر، الساق، الأوراق، الثمار، عرفنا طرق زراعة البنجر بيتزرع إزاي؟ بيتزرع على خطوط، بيتزرع على مسافات قد إيه، بيزرع في كل جرة قد إيه، وعرفنا إعداد الأرض للزراعة وأهمية إعداد الأرض للزراعة كمعيار من معايير الإنتاجية حتى يتسنى لنا استكمال هذه الوحدة إلى هنا آآ آآ نكون انتهينا من هذا اللقاء على امل اللقاء بكم لنستكمل معا نفس الوحدات فالى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته